قدموا الكثير فلم تنساهم الذاكرة الرياضية. أطلق عليه قيصر الكرة الليبية، إنه الهاشمي البهلول الذي بدأ مع معشقته كرة القدم في أواسط الخمسينيات عندما شارك مع فريق مدرسة المدينة القديمة، ثم انطلق مع فريق الأهلي طرابلس وفاز معه لاعبا بخمس بطولات دوري، وكانت أول مشاركة رسمية له مع المنتخب الوطني ضد المنتخب العماني في الدورة العربية الرابعة بالقاهرة عام 65 من القرن الماضي. اعتزل اللاعب بعد تعرضه لإصابة خطيرة في مباراة ليبيا والجزائر بطرابلس عام 76 ضمن تصفيات بطولة كأس العالم التي أقيمت بالأرجنتين عام 78، ليتولى تدريب فريق الأهلي الأول وفاز معه بثلاث بطولات وكأس ليبيا وكأس السوبر. وأبرز إنجازاته مع الأهلي طرابلس وصوله إلى الدور النهائي في بطولة الأندية الإفريقية عام 84، ومع المنتخب وصل الهاشمي إلى الدور النهائي من تصفيات كأس العالم المكسيك 86، وخرج أمام عمالقة المنتخب المغربي. حمل الهاشمي شارة رئيس فريق الأهلي من عام 69 وحتى العام 77، ومع المنتخب من عام 73 حتى عام 76.